ونبقى في ملفنا إذن. معنا من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان. أهلا وسهلا بك يا سيد أحمد رمضان. كنا نستمع الآن لآخر ما وصل إليه هذا الحوار الروسي الأمريكي، ونحن الآن نتحدث بعد عام من التدخل الروسي في سوريا. نعلم أن روسيا ما كان لتتدخل في سوريا لولا ضوء أخضر أمريكي على الأقل في هذا الإطار. وعندما اصطدمت الأمور بين الدولتين وبدأ كل منهما يهدد، وواشنطن تقول لن نتعاون مع موسكو، موسكو تقول واشنطن لا تتعاون معنا، نجد بعض الإشارات الآن بأن موسكو تراجعت قليلا، تقول مستعدون للتعاون مع موسكو مع واشنطن في هذا الإطار. ما برأيك ما هو حدود النفوذ الروسي يبدو حتى الآن يعني ضوء أخضر أمريكي؟ مساء الخير لك سيد يوسف وللمشاهدين الكرام. فعليا يعني شيء مؤسف أن نستغرق عاما كاملا لكي ندرك النوايا الروسية الفعلية في سوريا، ولكي يقع هذا العدد الكبير من الضحايا وبينهم أطفال ونساء، وهذا الحجم الهائل أيضا من التدمير للبنى التحتية ولمقومات الحياة في حلب وغيرها من المدن السورية، لكي تتضح فعليا نوايا روسيا. الآن أستطيع أن أقول رغم محاولات التراجع الجزئية أو المناورة الروسية بعد الضغط الأمريكي الواسع، ما يؤكد أو يعطي تفسيرا لموقف موسكو هو ثلاثة جوانب تقع الآن فعلا على الميدان. أولا الاستمرار في القصف الشديد، بنك الأهداف الذي حددته موسكو لم ينتهي، وهي تواصل قصفه واستهدافه في حلب تحديدا، ويشمل ذلك مؤسسات سبق لروسيا أن حصلت على إحداثياتها من الأمم المتحدة بزعم أنها تريد حمايتها من عمليات القصف، الآن هي تقوم بقصفها، ويشمل ذلك مدارس ومستشفيات وبعض والسلاح وجزء منه هي تقوم بقصفها، ويشمل ذلك مدارس ومستشفيات وبعض المؤسسات الخدمية والسلاح وجزء منه أسلحة متطورة. والنقطة الثالثة وهي المهمة أنها بالتزامن مع الحديث أو الحوار مع واشنطن، هناك الآن أعلن في موسكو اليوم عن إسراب من طائرات سوخوي 24 وسوخوي 34 التي أرسلت لسوريا، وهناك تحضيرات لإرسال طائرات سوخوي 25 التي تعتبر الأكثر تطورا الآن في سلاح الجو الروسي. إذن هناك تحضيرات لعمل كبير الحرب وليس لتهدئة. لكن إذا بقينا في حصاد هذا العام، يعني عندما تدخلت موسكو المعارضة السورية قالت أن هذا التدخل هو لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد، لأن المعارضة كانت متقدمة جدا في العديد من المناطق. بعد عام الآن البعض كان يتوقع أن تستمر موسكو في حلب حتى لو لم تتعاون معها واشنطن، طالما أنها قادرة على الحسم على الأرض، لكن هناك تراجع وتفضيل للتفاهم. الدور الروسي هنا هل جاء لمساندة الأسد ليبقى فقط من أجل التفاوض أم للحسم برأيك؟ يعني هم عندما جاءوا قالوا نحن جئنا من أجل محاربة الإرهاب. حصاد موسكو الآن بعد سنة في محاربة الإرهاب أعتقد أنه يعني يقترب من الصفر. هم لم يفعلوا شيئا على الإطلاق إلا إذا كنا اعتبرنا أنهم فعلا دافعوا عن الإرهاب أو منحوا الإرهاب فرصة أخرى لكي ينتشر في سوريا. لكن حصادهم أيضا عسكريا هو حصاد الجريمة وليس حصاد يحقق فعليا على المستوى الميداني إنجازات يمكن اعتبارها بأنها إنجازات حقيقية. هل هم فعليا مكنوا بشار الأسد؟ أعتقد أن بشار الأسد ما زال بنفس مستوى الضعف، قراره السياسي أصبح مرهونا لموسكو وطهران ليس بحوزته. على المستوى الميداني فقد النظام الكثير من كوادره البشرية ومقاتليه بما في ذلك نخبة من الضباط الذين يمثلون حاضن النظام، وأيضا النظام لم يتمدد على الأرض فعليا. النظام لا يملك الآن إلا نسبة ضئيلة على المستوى على الأرض، على مستوى النسبة. ربما أخالفك في الرأي هنا بعض التوقعات، يعني الآن
مناطق كثيرة استعادها النظام، حتى حلب الآن يعني لم تعد مقسمة، محاصرة للطرف الشرقي، محاولات لربما حسم المعركة هناك في عدة مدن يعني سوريا، حتى في يعني الريف اللاذقية في تراجع، يعني في على الأرض خطوات بسبب الغطاء الجوي الروسي. لكن ما أريد أن أسأل، ما الورقة التي بيد واشنطن التي يفضل الروسي التفاهم عليها والتفاوض عليها بدل الحسم، طالما أنه يستدعي المزيد من الطائرات؟ هل لا يستطيع الروسي الحسم في سوريا؟ يعني دعني أصحح في النهاية، في البداية النقطة الأخيرة التي طرحت فيما يتعلق بالنسب، نحن نصدر أسبوعيا نسب حول سيطرة كل جهة في سوريا على الأرض. نسبة النظام في تراجع، لأنه في الوقت الذي حقق فيه تقدم في حلب هذه المناطق سبق أن خسرها يعني خلال هذه الأشهر الأخيرة، وهو يخسر الآن في حماة. لكن فيما يتعلق بموضوع الضغط الأمريكي، حددت الولايات المتحدة قرابة 15 خيارا الآن تستطيع أن تضغط فيها على موسكو وعلى النظام، منها قضية المناطق الآمنة، دعم الجيش السوري الحر أو السماح بدعمه بالسلاح النوعي، استهداف مطارات النظام، ضرب الميليشيات التي تشارك مع النظام، شل قدرة النظام على التحرك في المناطق بين المناطق، وهناك أمثلة كثيرة أيضا تتعلق بالتضييق على النظام في مجال فرض العقوبات، إبعاده أيضا من الأمم المتحدة، وهي للأسف أوراق يعني موجودة الآن، ولكن الولايات المتحدة لا تسمح باستخدامها اعتقادا منها بأن هناك إمكانية للتحرك بالملف السياسي. طيب واقع الحال كما استمعنا إلى المتحدث الآن قال أننا نقترب من النهاية الآن فيما يتعلق بها يعني هو إذن نحن أمام خيارات مفتوحة. هو يفاوض، يقول أنه أمام صعب العودة الآن المفاوضات، يعني بالنظر لما يعلم نوايا روسيا وستصل معها إلى هذه النقطة. من زاوية أمريكية برأيك، ما كان الدور الروسي في سوريا خلال هذا العام؟ ما الذي كان مطلوبا من روسيا، طالما أنه أمريكا ما زالت تفضل الحوار مع روسيا على الصدام؟ كان مطلوبا منها من وجهة النظر الأمريكية أن تحل محل إيران، تمسك بقرار النظام، ثم تقود النظام إلى الجانب السياسي إلى المفاوضات. لكن واقع الحال وظفت موسكو النظام والإمكانات الأخرى المتاحة للميليشيات الإيرانية لصالحها ولصالح الدخول في عملية مقايضة سياسية أوسع من سوريا، كما استمعنا إلى المتحدثين الروس في الآونة الأخيرة. وبالتالي وصلت الأمور إلى عقدة النهاية، ولم تستطع لا موسكو ولا الولايات المتحدة تجاوز هذه العقدة في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن موسكو الآن تتحدث مع واشنطن ليس عن سوريا، عن قضايا أخرى تستخدم الورقة السورية في سبيلها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل الأمور أيضا لا يمكن أن تذهب باتجاه الحل السياسي في الوقت القريب. شكرا جزيلا لك عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، حدثنا من اسطنبول.